أهلاً وسهلاً بكم. طيب، بالتأكيد يتصل ويستكمل الحديث عن الأوضاع في أراضينا الفلسطينية المحتلة. حرب واضح أنها متعددة الجبهات، وبالتالي بما أنها متعددة الجبهات إذن قد تكون متعددة المآلات. إذن ما هي المآلات المنتظرة لهذه الحرب الحالية؟ يمكن المقاومة الفلسطينية بدأت بطوفان الأقصى، إلا أنه الردود اللي طول الوقت طبعا غير أخلاقية ولا تلتزم حتى بقوانين الحرب من جانب جيش الاحتلال كانت ردودا الحقيقة من البشاعة بحيث يعجز اللسان عن وصفها. خلينا نشوف أبعاد هذا الصراع الحالي والجهود المصرية لمساندة هذا الملف والقضية المركزية طبقا لما هو مطروح في كيفية أو لما هو مطروح أمامنا إزاي نقدر نعمل على حل الأزمة. ضيفي العزيز، اكتشفت دلوقتي إن إحنا في بينا الأصدقاء المشتركين العزاز عن القلب، فهو من ريحة الحبايب جدا قوي خالص. كمان ضيفي العزيز هو باحثنا السياسي البارز الأستاذ محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. منور. أهلا بحياتك. عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طيب، بالتأكيد وبطبيعة الحال وزي ما حكيت لي من حبك في السياسة من سنة أولى جامعة، وده اللي وصلك إلى أنك امتهنت التحليل السياسي، فأنت تتابع التطورات عن كثب زي ما بيتقال. صحيح. يجي هنا السؤال، هل أقدر أقول أنها حرب متعددة الجبهات؟ هل تتوقع أنه تتفتح أكتر من جبهة أمام جيش الاحتلال؟ أهلا بحضرتك مرة تانية، وخلينا نقول أنه الحرب في هذه المرة يعني كانت مختلفة عن أي صراع أو شكل من أشكال الصراع حدث ما بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي القلب منها حركة حماس، وما بين الجانب الإسرائيلي، بداية من الاجتياح اللي حصل أو العمليات الإسرائيلية في 2006 بعد أسر حماس للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واللي طلع بعد كده في صفقة تبادل أسرى في 2011. وبالمناسبة الصفقة دي كان طلع فيها أصلا برضو يحيى السنوار اللي هو الرئيس الحالي لحركة حماس، وكانت الصفقة دي بوساطة مصرية كمان. مرورا باللي حصل في 2008 برضو من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، وبعد كده في 2014، ووصولا إلى يعني الصراع الأخير اللي حصل في مايو 2021. كل الأشكال الصراعية أو الصراعات اللي حدثت ما بين الجانبين في السنوات الأخيرة كان بيغلب عليها أنه البداية بتكون من عند الجانب الإسرائيلي، وأنه يعني الحيثيات يتم نفسها الرد عليها بعمليات من صحيح قبل المقاومة. صحيح. لكن هنا الاختلاف أو اختلاف الحالة اللي احنا بنتكلم عليها من يوم السبت اللي بدأت بعملية طوفان الأقصى لفصائل المقاومة في أكثر من بعد. يعني احنا أولا بنتكلم عن عملية هي في النهاية الرواية الغربية طبعا بتحاول تروج لي فكرة أنه اعتداء من قبل الفصائل الفلسطينية وأنه حماس والفصائل هي اللي ابتدت، ولكن الموضوع هنا لازم يوضع في سياقه والسردية مختلفة. احنا هنا بنتكلم عن ممارسات وسياسات إسرائيلية على مدار الأشهر الماضية أدت إلى تفجر الأوضاع ووصولها إلى النقطة الحالية. بنتكلم عن توسع وتوحش في سياسات الاستيطان. الأمم المتحدة لها تقارير حديثة بتتكلم عن أنه أعداد المستوطنات في الأراضي المحتلة بقت بالآلاف وبيقطنها مئات الآلاف من الإسرائيليين. وطبعا الأمر ما بيقتصرش على إنشاء المستوطنات، لا، ده بيمتد لانتهاكات يومية تقريبا من قبل المستوطنين، بتقدرها كمان الأمم المتحدة بمئات الحالات على مدار الشهر. الحكومة الإسرائيلية مش بتخضع للقانون الدولي اللي بيجرم المستوطنات وبيرفض
الإقرار بشرعيتها أو قانونيتها، لا ده بتتوسع في سياسات الاستيطان. وكمان أقرت حكومة نتنياهو مجموعة من القرارات والقوانين اللي بتزود المخصصات المالية للنشاط الاستيطاني. كمان احنا بنتكلم على، لو احنا هنتكلم عن السياق اللي ولدت هذا الانفجار، فاحنا بنتكلم عن اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في القدس المحتلة بشكل عام من قبل إما مجموعات استيطانية متطرفة أو وزراء متطرفين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، إلى الحد أن احنا من أسبوعين شفنا أنه مجموعة من المستوطنين بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية بصقوا على بعض المسيحيين اللي كانوا بيتعبدوا في القدس. كمان احنا عندنا حصار شديد جدا 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 مفروض على قطاع غزة. الحصار ده مش بس يعني بيسبب أزمات إنسانية وغذائية في القطاع، لا كمان إسرائيل بتتمادى في الفترات الأخيرة في قطع المساعدات والإعانات الدولية والإنسانية اللي بتوصل للقطاع. كمان لو المتابع للمشهد في الداخل الفلسطيني هيلاقي أنه إسرائيل توسعت في الفترات الأخيرة في استهداف مجموعات داخل الضفة بتصفها يعني ان هي منتميه لحماس، كانت بتعمل بنك اهداف. صحيح. فطبعا بالنظر لكل الاعتبارات دي هنلاقي انه كان في اسباب موضوعيه ادت لاندلاع او تفجر الاوضاع ووصولها للنقطه اللي احنا فيها، وبناء عليه فروايه انه حماس هي اللي ابتدت او الفصائل الفلسطينيه هي اللي ابتدت، دي روايه طبعا الغرب بيحاول. الاحياء الفلسطينيه ده كان ابتديت انا ايه؟ صحيح. فدي رواية بيحاول الغرب ترويجها لتمرير موقفه الداعم والمنحاز لإسرائيل. خلينا بقى ننتقل للسؤال اللي حضرتك طرحته، وهو ليه الحرب المرة دي مختلفة؟ أولا إحنا عندنا دي المرة الأولى اللي تقريبا يحصل فيها، يعني كانت العمليات دايما بتقتصر على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي أو على بعض المستوطنات. احنا النهاردة شفنا انه حصل يعني حاجة اشبه بالاجتياح البري من عناصر المقاومة للمستوطنات الواقعة في الغلاف الحدودي على قطاع غزة، وهم تقريبا 12 مستوطنة. كان في اول يومين لعملية طوفان الاقصى وصلنا الى انه الفصائل الفلسطينية سيطرت على نحو 3 مستوطنات من هذه المستوطنات. بنتكلم في العملية دي عن حصيل الضحايا اسرائيليين يعني تكاد تقترب من حروب ضخمة خاضتها إسرائيل في عدد الضحايا. احنا آخر الإحصاءات يعني قبل الحلقة كان 1200 قتيل إسرائيلي وآلاف الجرحى، بالإضافة لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية بتتكلم عن ما بين 150 ل200 أسير، وده طبعا يعني ملف الأسرى ده موضوع كبير لوحده وهيبقى حاسم كمان أعتقد في مآلات الأزمة نفسها والسيناريوهات المتوقعة ليها في الأيام اللي جاية. احنا كمان عندنا الحرب الحالية أو التصعيد اللي حصل أو رد الفعل اللي حصل من الفصائل الفلسطينية يعني كشف عن خلل كبير جدا جدا في الجيش اللي بيروج ليه سردية أنه هو أقوى الجيوش في المنطقة وعنده أقوى جهاز استخبارات في المنطقة. بالضبط كده، خلل في جهازه الاستخباراتي. صحيح طبعا، لأنه طبعا هو كان في ذكاء طبعا في اختيار التوقيت على اعتبار أنه التصعيد حصل في الأعياد اليهودية، ودي أعياد النشاط العسكري الإسرائيلي بياخد طابع الخمول فيه أو ما بيبقاش بنفس قوته المتعارف عليها في الأيام العادية. كمان أنه الحدث جه بالتزامن مع أزمة داخلية عميقة في الداخل الإسرائيلي. عندنا احتجاجات في إسرائيل بقى لها 39 أسبوع تقريبا بسبب ملف الإصلاحات القضائية، عندنا خلافات داخل الائتلاف الحاكم نفسه، فاختيار التوقيت كان ذكي. لكن بالرغم من ده كان في بعض المؤشرات اللافتة اللي بتقول أنه غالبا هيكون في تصعيد بشكل أو بآخر. زي. أولا السياسات الإسرائيلية نفسها طبيعي خصوصا مع فجاجتها يعني في آخر شهرين على وجه التحديد، كان طبيعي ومنطقي جدا أنه هيكون في رد ورد قوي من الفصائل الفلسطينية. ثانيا في أخبار كتير وتأكيدات عن اجتماعات كانت بتحصل كل أسبوع في بيروت ما بين قادة حزب الله اللبناني وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والعديد من الفصائل.
وطبيعي أنه كثافة الاجتماعات وتزامنها مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية فده ينذر بشيء. بص تاريخيا انت عارف ده كويس لانك دارس هذا الملف، تاريخيا كان بيسفر عن انه ممكن اغتيالات، استهداف لبعض المستوطنين او بعض المستوطنات، اهداف غير حيويه في بعض الاحوال او في اغلب الاحوال. محدش كان يتصور ان احنا نلاقي زي ما انت وصفت كده اجتياح بري وبعدين طيران شراعي وخفاش وبعدين استخدام لبعض الزوارق ايضا وبعدين التنظيم في ان انا اضرب 21 نقطة في نفس الوقت. يعني صحيح. عشان كده بقت حرب، صحيح، مجرد عملية مقاومة. صحيح. كرا وفرا. صحيح. لكن كمان خلينا نقول انه حتى وان كانت النتيجة غير متوقعة لكن الشاهد هنا أنه على الرغم من المؤشرات المهمة دي والنوعية إلا أنه أجهزة أو جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وأجهزة الأمن فشلت في أنها تتوقع ده. وكمان هم ولا الأمريكيين ده إذا كمان لازم نحط ده جنبا إلى جنب مع فكرة أنه إسرائيل مسيطرة على المجال الجوي والبحري الخاص بقطاع غزة، مسيطرة تقريبا ومخترقة قطاع الاتصالات داخل، يعني سامعة كل حاجة، فضلا عن الجواسيس المنتشرين في كل مكان في الأراضي المحتلة. وبالتالي ده أوصل إسرائيل إلى أنها تخسر خسارة استراتيجية كبيرة جدا، حطت حكومة نتنياهو نفسها في أزمة داخلية. يعني أنا في تقديري أنه التصعيد اللي حصل ده عمق الأزمة داخل إسرائيل، ولو هيكون في حلول هتعملها حكومة نتنياهو زي مسألة أنه يتم تشكيل حكومة حرب أو حكومة إنقاذ ما بين الائتلاف الحالي وما بين المعارضة فده هيكون حل نسبي ومؤقت، لكن بعد انتهاء الحرب هتتفجر الأوضاع في الداخل الإسرائيلي ما بين الفرقاء السياسيين هناك. يعني